شهد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد كبير من وزراء الشباب والرياضة العرب الاحتفال بإعلان القاهرة عاصمة للشباب العربي. شارك سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة في الاحتفال بتدشين القاهرة عاصمة للشباب العربي لعام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم بقاعة المنارة بالتجمع الخامس. وشهد سعادة السيد الوزير الاحتفال مع وزير الشباب والرياضة المصري المهندس خالد عبد العزيز بصحبة لفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد آخر من المسؤولين. تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والغنائية التي تتغنى بالشباب العربي وتحفزهم على العمل والإبداع. وقد أكد سعادة السيد وزير شؤون الشباب والرياضة دعمه للقاهرة عاصمة للشباب العربي، والتي جاءت تتويجا لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي قدمها لجامعة الدول العربية بالتركيز على أن يكون هناك كل عام عاصمة للشباب العربي. طبعا نبارك لجمهورية مصر العربية حفل تدشينها للقاهرة عاصمة الشباب العربي، وهي العاصمة الرابعة بعد يعني مملكة البحرين والرباط وثم الكويت، والآن تصل إلى القاهرة. وإحنا حقيقة سعداء أن كانت هذه المبادرة وكانت هذه البذرة انطلقت من مملكة البحرين بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عندما قدم مقترح لجامعة الدول العربية بعمل مثل هذا البرنامج، أو تركيز على أن يكون هناك عاصمة للشباب العربي يجتمع فيها الشباب العربي من خلال برامج ثقافية وفنية وعلمية وبرامج مختلفة. فنحن حقا فخورين أن مملكة البحرين هي كانت صاحبة المبادرة وصاحبة الانطلاقة، ونرى مثل هذا النجاح المتكرر بعد البحرين والرباط والكويت والقاهرة، وإن شاء الله أيضا المسيرة مستمرة إن شاء الله. وكان وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز قد ثمن دعم المملكة لاختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي. معالي الوزير هشام الجودر هو صاحب هذه الفكرة الرائعة، والمنامة هي كانت عاصمة الشباب العربي في العام قبل الماضي، والحقيقة يعني قدمت نماذج طيبة جدا للأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية، وعلى هدي ما قدمته المنامة كل الدول العربية بعد كده سواء في الرباط أو في الكويت أو في القاهرة. إحنا الحقيقة بناخد يعني بعض الأفكار اللي تقدم بها المعالي الوزير، وبكل دولة بتحاول تطور، فبنشكر معالي الوزير على كل هذه الأفكار والإسهامات، ونتمنى إن شاء الله أن القاهرة تكون على المستوى المأمول من الشباب العربي كله إن شاء الله. وأيضا قدر المشاركون فكرة وتدعيم المملكة لاختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي. أكيد المبادرة طبعا والانطلاقة كانت من مملكة البحرين في بادرة أو في مبادرة قوية وشجاعة مليئة بثقة طبعا في استضافة النسخة الأولى، وإن شاء الله وقاعدين نشتغل وقاعدين على نفس اللاين، وربي يوفقهم إن شاء الله يوفقهم. مملكة البحرين من زمان يعني نعم الإخوة ونعم الأشقاء، وهم مع مصر كتفا بكتف ويدا بيد في مختلف الظروف، في الأفراح وفي الأزمات أخوة وأشقاء، ومع كل رؤساء مصر الرئيس السادات الرئيس مبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنجد دائما ملك البحرين سباق ان يجي يزور مصر ويمد يده لشقيقه رئيس مصر، وبتمشي العلاقات جنبنا في الحرب وفي السلام في الأزمات الاقتصادية. فأنا أحيي مملكة البحرين. حلم واحد هدف واحد هو شعار فعاليات القاهرة عاصمة للشباب العربي لعام 2018 لاستكمال مسيرة العواصم العربية التي سبقتها وفي مقدمتها المنامة. هكذا تم تدشين القاهرة عاصمة للشباب العربي للمرة الرابعة بعد اختيار المنامة ثم الرباط ثم الكويت، وجاءت بمشاركة فاعلة من سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بالمملكة وتدعيما لهذا الاختيار. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.